شو اللي لازم أتأكد منه قبل الزواج؟ يعني أولوياته، أهدافه، طبعا أولوياته وأهدافه، لكن ما ينعرف صراحة. لكن في خطوط عريضة شي أنتي تحبينها في الرجل، النصيحة مالتي بتكون وايد مختلفة عن اللي أنتي تتوقعين. هيا شوفي دراسة أهله كذا. لا، أنا بالنسبة لي أول ما تشعرين في كل علاقة يستوي ريد فلاج، يستوي شي علامة حمراء، شي موقف يحصل تندهشين تقولين لا، بعدين شو نسوي نحن؟ نقول لا حرام، ممكن ما قصده. هذه الريد فلاج سبحان الله في قانون العلاقات تكون هي السبب في الانفصال، بعدين انفصال من العلاقة، مو بشرط طلاق. فأنا رأيي فتحي عينك وقلبك وغريزتك من ناحية الفراسة. الشيء اللي ما يوزلك، ما يعيبك، ما تحسينه متطابق مع أفكارك وقيمك ومبادئك وش اللي شفتيه من حولك من أهل وتربية، توكلي على الله، غيري المسار. أنا هذا رأيي بصراحة، لأن أنت تتوقعين أن الناس كلهم مثلك، لو حتى شفتي الغلط منهم مثلا، لا عادي، لا هو مسكين، لا ما قصده، لا. الشيء اللي طوفتيه هو يطلع سبحان الله السبب اللي انت تتركينه، تقولي انا غلطانه، شفت هالشيء اول شيء قال هالكلمتين بس انا عديت، ما يعني ما توقعت اني ممكن يعنون اي شيء. انا هذا القصد.